اوكي السؤال الثالث هو يعني كومنت بالفيديو اللي طاف وايد عجبني السؤال فقررت اني اضمه لهذا الفيديو. ضحى انتي واحدة وسترنايزد وبيرلي تتكلمين عربي، شلون قدرتي تكتبين رواية كاملة باللغة العربية؟ واو واو السؤال هذا روعة. انزين راح اجاوب عليه. اوكي السر انا شلون قدرت اكتب روايتين باللغة العربية، سلاحين عندي. السلاح الاول هو انا يوم كنت صغيرة ابوي كان يجبرنا ان احنا نقرأ لغة عربية وقصص دينية وكتب فلسفية وما ادري شنو وكذي. انا شخصيا يعني صار عندي ردة فعل من الكتب التاريخية والدينية وكذي، بس هذا ما منع ان صار عندي some kind of vocabulary عربي، ان يعني اعرف الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، اعرف الفرق بين الال الشمسية والال القمرية، اعرف يعني مو لهالدرجة انا سيئة. انزين في عندي شوية خبرة انزين، بس هذا كله pales قدام السلاح الثاني اللي هو انا انصح الكل انه يحصل هالسلاح هذا اللي هو خالتي نورة. خالتي نورة هي الشخصية اللي انا ما ذكرتها اول شيء لان هي تحتاج فقرة كاملة للامانة. انزين انا ضميتها لي دائرتي في يعني اواخر مرحلة نهايات معلقة، يعني حتى بيرلي هي سوت ادت حق نهايات معلقة، بس هي كانت هي الاوفيشال اديتر لسماء فارغة، ولهذا السبب انتو تشوفون القفزة اللي صارت من نهايات معلقة لسماء فارغة، شلون صارت اللغة مختلفة تماما، مو كنا نفس البيرسون اللي كاتبها. خالتي نورة والله من غير مجاملة، والله مو قصدي اجامل، بس والله she's the best editor out there. She's the best editor, she's the best reviewer, she's the best supporter, she's the best friend. واو خالتي نورة يعني تحملتني بأيام أنا كنت ما أتحمل فيها نفسي. زين كانت دائما عندها positive attitude تجاه القصة، دائما منفعلة، تعليقاتها دائما on point. زين دائما ملاحظاتها صح ودقيقة ومنطقية، ودائما أنا يعني معظم أنا التعديلات اللي قاعدة أسويها بالقصة based on ملاحظاتها. فيعني أنا personally نصيحتي حق إذا واحد بيكتب لازم يكون عند إديتر، ويا حبذا انه يكون يعني شخص متحمس لقصتك. انزين لان خالتي نورة هي مو بس هي الإديتر مالتي، هي وايد وايد متحمسة القصة وتحبها حيل، وهذا الشيء وايد يأثر بالكواليتي مال الإديتنج. فانت كل ما انت حصلت احد قريب منك يسوي لك الإديت افضل. فخالتي نورة اذا كنت قاعدة تشوفين هالفيديو صراحة اي كلام راح اقوله ما راح يعبر عن مدى امتناني لك وتقديري. I'm very grateful. ادري انت الحين قاعدة انطرين الشابترات الجاية، وأدري أنا ذبحتك كله قاعدة أخر وحالتي حالة، مشكورة يعطيك العافية إنك تحملتيني. يعني أنا قبل اقترحت عليها إن تصير هي an official editor، يعني تشتغل as an editor she charges people وكذي، بس بعدين فكرت فيها oh hell no، لا 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 this is my editor, this is my خالتي نورة، لا get your own خالتي نورة. إنزين لأن this one is mine، ما راح أعطيها أحد، sorry يعني ما راح أشاركها مع أحد، بس مالتي. حتى انا قلت لها اذا انا راح اكتب بالمستقبل فهو عشان ما حد ياخذها مني. اي انا واحدة احب التملك هالكثر. اوكي السؤال الرابع هو السؤال اللي راح املين عليه هالفيديو، هو ضحى شلون نشرتي كتبك، يعني شلون لقيتي دار نشر زينة وشلون وشنو سويتي وهالسوالف. حين راح اشارككم بالخطوات اللي انا سويتها، طبعا هذا الشيء based on my experience، خبرتي انا، ما ادري اذا انتو تجربتكم غير او اذا انتو بالدولة اللي انتو تعيشون فيها طريقتكم غير، بس انا راح اتكلم عن دولة الكويت في عن تجربتي انا. الخطوة الاولى لازم يكون عندك سكريبت كامل edited وكل شيء، لان اذا بتدور editor مشكلة. فا I suggest ان you get a خالتي نورة on your side لعشان تقدر تسوي لكم edit فيكون السكريبت كامل وكل شيء. الخطوة الثانية انا اقترح تروحون يا المكتبة الوطنية او المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب. هناك هم عندهم كل دور النشر سواء الكويتية او مو الكويتية اللي يشاركون بمعارض الكويت. انا لاني كنت حارصة اني انا ابي انشرها في معرض الكويت، عطوني كل اسماء دور النشر، دقيت عليهم كلهم رفضوني for some reason لاني جديدة وما عندي خبرة وكذي. لين بالصدفة ما ادري شلون طحت على مكتبة آفاق اللي هي دار نشر بنفس الوقت، رحت لهم الله خير، زوجي هو اللي كان راكب وراهم واللي دق عليهم وهو اللي سوى كل شيء، انا بس كان اللي علي اني انا اعطيهم السكريبت. يوم اعطيتهم السكريبت نطروني تقريبا اسبوع على ما راجعوا السكريبت وشافوا انه اوكي وكل شيء تمام، وهذا خذوه وعطوني العقد.
ووافقنا عليه ووقعنا العقد وعشنا في تبات ونبات وخلفنا صبيان وبنات. يعني انا شخصيا ممكن انصح في دار نوفا، دار نوفا وايد يمدحونها يقولون جوها عائلي وكذي، انا ما ادري انا متابعهم، بس يعني انا المهندس عبد الوهاب السيد يعني انا علاقتي فيه وايد زينه، ووايد معظم كتاب نوفا انا اعرفهم علاقتي فيهم وايد طيبه. في دار سما الكويتيه هم علاقتي فيهم وايد طيبه ووايد وايد يعني عجيبين واسلوب تعاملهم وايد حلو. في دار كلمات دار جديده توها، فهم ممكن في ناس يمدحونها، يعني هاي بعض دور النشر اللي انا سمعت عنهم شيء زين، اذا تبون تتعاملون معهم او تتواصلون معهم، ما عندي فكره شلون تتواصلون معهم، اكيد موجود بهالشيء بالنت وكذي. فيعني هو بيسكلي ان دوروا دار النشر اللي انتم ترتاحون لها، ترتاحون حق تعاملها، لان هذول يعني راح يظلون معاكم فتره طويله، وخاصه اذا حق اصداراتكم الجايه دار النشر وايد مهم شلون يعاملونك، تحس انه قاعد يعاملونك كأنك يعني بارت اوف ذا فاميلي، مو انه بس واحد كلاينت وخلاص، يعني فاهميني. السؤال الخامس هو سؤال يعني قاعده انساله وايد من فتحت قناه اليوتيوب وبديت اسوي ريفيوات وكذي. ضحى انت كاتبه ليش تنتقدين الكتاب؟ اولا خلونا نتفق على شغله، صح انا كاتبه فعلا، بس اولا واخيرا انا قارئه، انا قاعده اشتري الكتب فير اند سكوير حالي حال اي واحد ثاني، فانا ام انتايتلد حق رايي. فانا يعني لما اقول رايي انا مو معناته اني انا قاعده احاول احبط ولا ادمر ولا whatever، يعني انا مو ناقده ولا ابي اصير ناقده ولا عمري ما عندي خبره بالنقد، ما ادري شلون ينقدون اصلا. زين انا كل اللي قاعده اسوي سمبلي اني انا قاعده اقول رايي عشان انه ممكن احد يستفيد من كلامي، او اذا احد عنده نفس رايي يقول، وممكن يعني we fan girl together ويعني نصير BFFs وكذي. بس يعني انا بالنهايه لما انا انتقد انا ما لي شغل بشخصية الكاتب، انا يعني وايد كتاب انا اقرا لهم بس ما اعرفهم، انا بالنهاية انا لا انتقد الكاتب ولا لي شغل بالكاتب، انا انتقد جودة العمل فقط، وهذا الشيء من وجهة نظري انا. في ناس ممكن يخالفوني بالرأي عادي، الاختلاف بالرأي لا يفسد في الود قضية، عادي ممكن انك تخالفني بالرأي ممكن انك توافقني بالرأي، هذا مجرد رأي وهذا مجرد وجهة نظر. واذا انا يعني كان اسلوبي شويتين هارش او شيء فهذا لاني انا اي كير لا اكثر، مو لان انا ابي احطم ولا ابي يعني اكره ولا شيء، يعني مو هذا قصدي، بس انا يعني لما انفعل اصير كني معصبه ما ادري ليش. السؤال اللي وراه هو هالسؤال قاعد نسأله تقريبا كل يوم بافري سوشيال ميديا عندي، زين ضحى وين نلقى كتبك؟ اوكي يعني انا اقول لكم للامانه انا ما ادري بالضبط وين تتوزع كتبي بكل دول العالم، يعني اوكي ممكن انا كاتب الروايه بس انا ما ادري، انزين لان دار النشر هي اللي قاعده توزع لي، بس انا عندي مكانين هم التراستد وانا اعرفهم يوصلون حق كل العالم. المكان الاول اللي هو مكتبه افاق اللي هي دار النشر اللي قاعده توزع لي، تقدرون تطلبون منهم من اي دوله بالعالم ومن اي قاره او اي شيء whatever، زين من رقمهم الواتساب ومن اكاونتهم تقدرون تتواصلون معاهم من ايميلهم، راح احط لكم معلومات مكتبه افاق بالديسكربشن بوكس بيلو. المكان الثاني هو وايد ناس قاعد يمدحونه بالذات في منطقه الخليج واوروبا يعني وصلوا لهم وكذي، اللي هي مكتبه تقاسيم. مكتبه تقاسيم عندها الجزئين ملوتي، تقدرون تتواصلون معاهم بالواتساب او من اكاونتهم الانستغرام، راح احطه بالديسكربشن بوكس بيلو، تقدرون تتواصلون معاهم تقولون لهم شلون يوصلون لكم شيء، هم يوصلون لكل دول العالم. اذا كنتوا بالكويت بالخصوص في موقع توصيل.com يقدر يوصل لكم، جرير موجوده فيها نهايات معلقه بس مو سماء فارغه لان للحين سماء فارغه في عليها مشاكل فسح وما ادري شنو، موجوده في كشك ابن النفيس في المارينا مول، وتلقونها في الافينيوز في كارفور اللي هو جناح مكتبه افا. اوكي والحين ننهي الفيديو في السؤال الاخير والذهبي، ضحى متى ينزل الجزء الثالث؟ وابسط جواب راح اقول لكم اياه هو ما ادري. اوكي انا للحين قاعده اكتبه، للحين هو في مرحله الكتابه المرحله الاولى، فانا ما ادري للامانه متى راح ينزل، بس انا يعني بالي ان التايم ليمت مالي اللي هو معرض كتاب الكويت، مو هذا اللي الحين شهر 11 السنه الجايه معرض كتاب الكويت، ان شاء الله اكون مخلصته لذاك الوقت. اللي يبي معلومات ان شنو اخبار الجزء الثالث وين وصلت فيه، انا الحين وصلت فيه للشابتر السادس، لايك امس وصلت فيه للشابتر السادس. فاللي يبي انا عندي السناب شات مالي اللي هو دحدح، احط فيه سنيبتس من حياتي
ليه وين وصلت فيه، لما قعدت سهاري ليه انصاف الليالي قاعده مع خالتي نوره نسوي ادت وما ادري شنو شي. يعني انا احط شغلات يعني بالسناب شات، تقدرون تتابعوني تشوفون، احط ساعات اقتباسات من يعني اجزاء قديمه وكذي، اي اخبار جديده. يعني انا مينلي انا اشتغل على الانستغرام، بس السناب شات انا اشيك عليه كذي. المظلوم مسكين التويتر، بس انا ارد على التويتر، بس انا ما احط تويتات وايد وشي لاني انا ما اعرف شلون اتوت. فبالنهايه اي سوشيال ميديا انا احطها لكم بالدسكربشن بوكس بلو انا ارد عليه، وانا دائما اشيك، حتى الايميل انا اشيكه. يعني انا واحده وايد موجوده وارد، يعني انا احرص اني ارد. فيعني اذا عندكم اي سؤال لا تترددون تسالوني باي سوشيال ميديا، حتى بالكومنت سكشن بلو انا قاعده ارد. فياه اوكي خلصنا الفيديو، كنت وايد خايفه من تصوير هالفيديو. ما بقى شيء ويصير موعد يعني اللي بحط الفيديو، فلازم اسوي له اديت سريع وكذي. راح اخلي هالفيديو يعني مينيمم اديتنج عشان يمديني احطه، لانه هو بهالفيديو الكلام اهم من الاديتنج والصور اللي تطلع وكذي، خاصه انه ماكو تقييمات كتب وهذا. فيا اتمنى ان هالفيديو كان ممتع وسلس وما مللتكم. اذا عندكم اي استفسارات تقدرون تكلموني بالكومنت سكشن بلو. اذا حابين فيديوهاتي تقدرون تحطون لي لايك او تسوون لي سبسكرايب، اول مره اسويها ما ادري غريبه. زين فمشكورين على مشاهدتكم لهالفيديو، ان شاء الله استمتعتوا فيه. هذا كان وقتي، كانت معاكم ضحى الحداد، نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.